بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في المحاضرة الجديدة من محاضرات كورس Communication. الشابتر بتاع النهاردة هيتكلم على الديجيتال كونفرجن. الهدف من الشابتر إن احنا نفهم إزاي بنبعت الديجيتال داتا وبنمثلها على إنها ديجيتال سيجنال. بتمر عملية إرسال الديجيتال داتا باستخدام الديجيتال سيجنال بثلاث مراحل. أول مرحلة أساسية والمرحلتين الأخريين مراحل اختيارية. المرحلة الأساسية اسمها مرحلة اللاين كودينج، ويليها مرحلتين اختياريتين اللي هي مرحلة البلوك كودينج والسكراملينج كودينج. هنبدأ باللاين كودينج ونعرف إزاي بنعمل اللاين كودينج وهدفها إيه وإيه هي الطرق المختلفة اللي بنعمل بيها اللاين كودينج. زي ما قلنا الهدف ان احنا نبعت الديجيتال داتا باستخدام الديجيتال سيجنال على التشانل او على اللينك اللي ما بين السندر والريسيفر. هنبدا بتعريف الداتا اليمنت والسيجنال اليمنت. الداتا اليمنت هو اقل وحده من المعلومات الممكن ارسالها، اما السيجنال اليمنت هي اقل وحده من الديجيتال سيجنال اللي ممكن نبعتها في وقت واحد. على سبيل المثال احنا لو بنبعت بت في المره الواحده يبقى اقل حاجه نبعتها هي only one bit، يبقى الداتا element بيساوي واحد اللي هي only one bit اللي هو ممكن يكون صفر او ممكن يكون واحد، يبقى الداتا element equal to one لان اقل وحده هبعتها هي بت واحده بس. لو مثلت البت الواحده ديت بسيجنال element واحده يبقى عندي one signal element at a time او في وقت واحد، يبقى هنا data element equal to 1 والsignal element برضو equal to 1. حاصل اسمت الdata element number على signal element number equal to 1 اللي هي بيساوي عندنا R. عفوا. المثال الثاني، لو الوحدة اللي أنا ببعتها equal to 0 and 1 يعني أقل حاجة ببعتها 2 levels positive level ونيجاتيف ليفل، وفي نفس الوقت ده بيمثل بت واحده بس، بمعنى ان لو عندي بت واحده بس ببعتها بايه؟ نيجاتيف ليفل وبوزيتيف ليفل مع بعض، يبقى كده اقل وحده عندي في السيجنال اليمنت 2 اللي هي البوزيتيف مع النيجاتيف، يبقى ار عندي بيساوي 1 على 2، عندي 2 سيجنال ليفل. في المثال ده انا ببعت في الوحده الواحده 2 بت، يعني هنا في النظام ده ما ببعتش 1 بت، ببعت 2 بت في وقت واحد اللي هي مثلا 1 1 اللي هي 0 1 اللي هي 1 0 وهكذا. يبقى هنا عدد الداتا اليمنت 2 2 بت ات ا تايم في وقت واحد، وبمثل كل 2 بت بسيجنال اليمنت واحد، يبقى عندي هنا 2 داتا اليمنت بيمثلوا ب 1 سيجنال اليمنت، يبقى ار عندنا بيساوي 2. في المثال الأخير لو الوحدة الواحدة اللي بعتها أو أقل عدد من البيتس اللي بترسل 4 بت على سبيل المثال 1101، وبمثل الأربعة دول بـ 3 سيجنال إليمنت، يبقى أقل عدد من السيجنال إليمنتس اللي بنبعتها 3، يبقى عندنا في الحالة ديت R بتساوي 4 على 3. دي أمثلة ليه إزاي بنمثل الداتا إليمنتس لسيجنال اليمنتس او باستخدام سيجنال اليمنتس اللي هي الريشيو اللي سميناها R. لما بنقيس معدل نقل البيانات بنقيسه بالبيت بير سكند، ولما بنقيس معدل نقل السيجنال يعني كام السيجنال بنبعتها في الثانيه بنقيسها بدايمنشن تاني بنسميه بود او بالس ريت او موديوليشن ريت. العلاقة ما بين الاثنين ان السيجنال ريت اللي بنقيسها بالبود بتساوي سي وبنسميها كيس فاكتور وبتتغير على حسب النوع اللي بنستخدمه، نوع الكود اللي بنستخدمه، في ان في واحد على ار، ان اللي هي الداتا ريت وار زي ما عرفناها في السلايد اللي فاتت هي ريشيو ما بين الداتا اليمنت الى السيجنال اليمنت. مهم القانون ده هنستخدمه كتير في باقي الشابتر وفي الشابتر اللي جاي. على سبيل المثال لو عندنا الريت بتاعنا ب 100 كيلو بت بير سكند والار بتساوي 1
والسي عندنا هنفرضها ان هي نص، قيمة متوسطة ليها نص، وهنلاقي القيمة دي متكررة في معظم الأسئلة. بالتالي يبقى الاس بيساوي نص في ان اللي هي 100 كيلو بير سكند في 1 على ار، وار في المثال بواحد، هيطلع الافريج او السيجنال اليمنتس بتاعتنا الريت بتاعها بيساوي 50,000 بود او 50 كيلو بود. الباندويتس اللي بنستخدمه علشان نبعت السيجنال بتاعتنا، القيمه الاقل فيه او المينيمم فاليو هي قيمه الاس بتاعتنا او السيجنال ريت. بمعنى ان لما نحب نجيب المينيمم باندوث الريكوايرد او المطلوب علشان نبعت السيجنال دي، هتساوي هي قيمه السيجنال ريت، بتساوي السي في ان في 1 على ار. بالتالي الحصول على اعلى داتا ريت هي المقابله لاستخدام المينيمم باندوث، يعني ان ماكسيمم هتساوي بي في الار على السي. لازم اثناء عمليه الارسال نضمن ان في تزامن او سينكرونايزيشن ما بين المرسل وما بين المستقبل، لان عدم وجود تزامن ما بين الاثنين، بمعنى ان الانترفال او مده البت المرسله عند السندر مش هي نفس مده البت اللي بنحسبها او اللي بنستقبلها عند الريسيفر، في الحاله دي بيبقى في بتس زياده بيتم استخدامها او ارسالها او فهمها عند الريسيفر ما كانتش مرسله اثناء الارسال عند الترانسميتر. تاني، عدم وجود تزامن او سينكرونايزيشن ما بين المرسل وبين المستقبل هيخلي فيه تفسير لوجود بيتس زياده عند المستقبل او عند الريسيفر ما كانتش مرسله عند الترانسميتر. ده لان مفيش سينكرونايزيشن، بمعنى مده البيتس عند السورس مش هي مده البيتس عند الريسيفر. المثال ده بيوضح لنا قد ايه من البيتس هتكون زياده لو ما كانش فيه سينكرونايزيشن او تزامن ما بين السورس وما بين الريسيفر. بفرض ان احنا عندنا اختلاف في الكلوك قيمته 1/10% ما بين السندر وبين الريسيفر، لو احنا بعتنا 1 كيلو بت في الثانيه عند السورس او عند السندر، الواحد كيلو دول هينضربوا في 1/10%، يعني 1/10 على 100، يعني كأنها 1 من 1000، هيطلع ان في قيمة بت زيادة هيتم تفسيرها عند الريسيفر، في 1 extra bit عند الريسيفر. ده بالاضافة للالف اللي وصلوا هيبقى عندي 1001 بت وصلوا عند الريسيفر. طب بفرض ان المعدل الارسال عند السندر ما كانش 1 كيلو، كان 1 ميجا، في الحالة دي الواحد ميجا في 1 من 1000 هيطلع عندي 1000 بت زيادة عند الريسيفر نتيجة lack of synchronization ما بين السورس وما بين الريسيفر. وده واضح في الرسمة اللي فاتت، لان في فرق في الوقت بتاع البتس، فنلاحظ هنا ان الوان بتاخد الانترفال دي، هنا الوان بقت الانترفال بتاعها اقل، بالتالي الريسيفر يفهم ان في كان 2 بت 1 وصلوا ورا بعض مش 1 واحده، فعشان كده هيكون في تفسير خاطئ للبيتس، هنفهمه على ان كان بقى في بيتس زياده بقت موجوده عند الريسيفر ما كانتش موجوده عند الترانسميتر. في مجموعه من الخصائص المهم ان احنا نفهمها اثناء عمليه الارسال من السورس للديستنيشن. اول عمليه بنسميها بيز لاين واندرنج. العمليات دي هتفيدنا في ايه، او المعايير دي هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في تقييم اللاين كودنج اللي هنشرحه كمان شويه. يعني ايه بيز لاين واندرنج؟ لما يوصل مجموعه من البيتس عند الريسيفر، الريسيفر بيشوف متوسط الباور اللي وصلت لنا، متوسط الباور اللي وصلت في الإشارة دي، وبالتالي بناء على المتوسط ده بيحسب حاجة اسمها البيز لاين. البيز لاين ده لو الإشارة اللي جاية كانت أعلى منه هفهمها إن هي 1، لو الإشارة المستقبلة أقل من البيز لاين هفهمها على إنها 0.
في الحالة ديت إن البيز لاين لازم يكون قيمة متوسطة عشان تفسيرنا للزيرو والون يكون سليم. طب لو حصل إن جالي قيمة من الباور ثابتة ما هيش بتتغير، في الحالة دي قيمة البيز لاين نفسها هتبقى محسوبة عند الريسيفر غلط. في الحالة دي هيبقى فيه دريفت أو وندرينج أو انحراف لقيمة البيز لاين. ده هيؤدي لإيه؟ لأن الريسيفر مش هيعرف يحدد بصورة دقيقة إيه هي القيمة البوزيتيف وإيه هي القيمة النيجاتيف اللي جاية لي. مش هيقدر يحدد القيمة السليمة للريسيفد فاليو، لأن البيز لاين اللي بيقارن بيه نفسه فيه دريفت أو فيه انحراف. فده معنى كلمة بيز لاين وندرينج أو بيز لاين دريفت. طب معنى كده إيه اللي بيسبب البيز لاين وندرينج؟ إن في continuous values للزيروز أو الوانز ورا بعضها، يعني مفيش اختلاف ما بين الزيروز والوان أو القيمة البوزيتيف والنيجاتيف اللي جاية عند الريسيفر، لأ ده في قيمة متصلة من الزيروز أو قيمة متصلة من الوانز، أو لو اتكلمنا عن الإشارات في قيمة متصلة من البوزيتيف values وقيمة متصلة من النيجاتيف values أو الزيرو values. يبقى معنى كده إن يهمنا إن اللاين كودنج اللي هنستخدمه عشان نحول الداتا لسيجنال يكون ما فيهوش لونج ستريم اوف زيروز اند وانز، ما يكونش فيه ستريم كبير من الاصفار او الوحيد. المعيار التاني اللي بنستخدمه عشان نحكم على جودة او كفاءة اللاين كودنج هي الدي سي كومبوننت. معنى ايه دي سي كومبوننت؟ الاشارة بتاعتنا الديجيتال علشان نعرف المكونات الترددية المكونة ليها بنستخدم فورير اناليسيس، وكنا شرحنا الكلام دوت في شابتر 3. لو المكونات الترددية اللي خارجة من فورير اناليسيس فيها عدد كبير من الإشارات اللي تردداتها قريبة من الصفر ما بيكونش الكود ده كويس. الإشارات اللي تردداتها قريبة من الصفر دي بنسميها دي سي كومبوننتس أو لو فريكوانسي كومبوننتس. طب ليه وجود لو فريكوانسي كومبوننتس في الإشارة بتاعتنا أو في المكونات الترددية للإشارة بتاعتنا شيء مش كويس؟ لأن لو عندنا ترانسفورمرز مثلا في اللاين، محولات في القناة او في الكابل اللي احنا بنستخدمه دوت، الترانسفورمر ما بيعديش الاشاره اللي تردداتها قليل. مش بس الترانسفورمر، في مكونات كهربيه برضو ما بتعديش الاشارات اللي تردداتها قليله او تردداتها صفر. بالتالي ما بقدرش استخدم اللاين كودينج اللي فيه مكونات تردديه قيمتها صفر او قريبه من الصفر. يبقى لو انا عندي القناه بتاعتي فيها أجهزة كهربية زي الترانسفورمرز أو المحولات اللي ما بتعديش low frequency components، يبقى ما ينفعش أستخدم line encoding يكون بيطلع إشارات ترددية قيمتها قليلة around zero. المعيار الثالث اسمه self synchronization. زي ما قلنا من شوية إن لازم يكون في synchronization بين السورس وبين الريسيفر. طب ازاي نحقق التزامن دوت؟ اللاين كود اللي هستخدمه في تحويل الإشارة أو المعلومات الداتا إلى سيجنالز لازم يكون بيتغير في كل انترفال، في كل بت، على أساس إن الريسيفر لما يلاقي فيه تغيير يعرف يعمل تزامن أو سينكرونايزيشن ما بين السورس وبين الريسيفر. أما لو أنا عندي زيروز بتتبعت ورا بعضها ومفيش تغيير في قيمة الإشارة ديت، فبالتالي مش هيكون في سينكرونايزيشن ما بين السورس وما بين الريسيفر. لو الكود بتاعنا بيتغير قيمة الإشارة اللي بيبعتها في كل بت، سواء في الأول أو في النص أو في آخر البت، يبقى الكود دوت بيمتاز بأنه سيلف سينكرونايزيشن كود، يقدر يكون باستخدامه في تزامن ما بين السورس وما بين الريسيفر. قلنا في الأول إن اللاين كودينج بتستخدم في تحويل الداتا بتاعتنا الديجيتال داتا لديجيتال سيجنال. في عندنا اكتر من كاتيجوري او من طريقه لللاين كودينج: يوني بولر، بولر، باي بولر، مالتي ليفل، مالتي ترانزيشن.
كل طريقة منهم في أمثلة عليها أو في نوع لاين كودينج يعتبر مثال عليها. هنتكلم على كل لاين كودينج إزاي بيتحول الداتا لديجيتال سيجنال وإيه المزايا أو العيوب الخاصة باللاين كودينج. أول نوع عندنا اليونيبولر. اليونيبولر من اسمه بتكون الإشارة بتاعته في اتجاه واحد بس، يعني يا إما تكون بوزيتيف أو تكون نيجاتيف، مش هلاقي في الإشارة بوزيتيف ونيجاتيف مع بعض. وهو سهل خالص، إن لو أنا عندي بت، لو هبعت بت قيمتها 1 همثلها بإشارة قيمتها بوزيتيف فولت، يمكن يكون 5 فولت على سبيل المثال. ولو عندي إشارة 0 أو عندي داتا قيمتها 0 همثلها ب 0 فولت. يبقى لو عندي 1 بوزيتيف فولت، 1 بوزيتيف فولت، 0 0 فولت. بس يعيب الطريقة ديت إن الباور المرسلة بتكون كبيرة، وكمان بيكون فيها دي سي كومبوننتس. لو عندي لونج ستريم اوف زيروز فهلاقي عندي زيروز كتير، لو عندي لونج ستريم اوف وانز هلاقي عندي بوزيتيف فولت كتير ورا بعضها، بالتالي الاشاره ما فيهاش سينكرونايزيشن، ما بتتغيرش في نص البت او في اول البت او في اخر البت. لو انا عندي لونج ستريم اوف زيروز اور وانز، عندي دي سي كومبوننتس، عندي بيز لاين ووندرنج لو انا عندي زيروز كتيره ورا بعضها او وانز كتيره ورا بعضها. لذلك الطريقه ديت ما بتستخدمش. اوكي، يبقى ده يونيبولر نون ريتيرن تو زيرو. اما الطريقة التانية أو الكاتيجوري التاني اللي هو البولر. البولر في عندنا ثلاث أمثلة له. بولر نون ريتيرن تو زيرو، ما نتلخبطش، دي اسمها بولر نون ريتيرن تو زيرو، اللي شرحناها دلوقتي كان يوني بولر نون ريتيرن تو زيرو ودي نوت يوزد. وعندنا ريتيرن تو زيرو وعندنا باي فيز، والباي فيز في منه نوعين، مانشستر اند ديفرنشال مانشستر. البولر اول مثال فيه اللي هو النون ريتيرن تو زيرو ال اللي جايه من ليفل، وفي مثال تاني اسمه النون ريتيرن تو زيرو اي، واي معناها انفرت. اول مثال عندنا هو النون ريتيرن تو زيرو ال. واضح هنا ان الزيرو بيتمثل بيه بوزيتيف فولت، ال1 بيتمثل فيه نيجاتيف فولت، 0 بوزيتيف فولت، بوزيتيف فولت 1، نيجاتيف فولت، نيجاتيف فولت، وهكذا. اما النون ريتيرن تو زيرو انفرت ده مختلف شويه، ان لو انا عندي، لو بادئ اشاره مثلا ب 1، والمفضل ان احنا نبدا دايما الاشاره اللي مش شايفينها اللي هي اللي قبل الفيرتيكال اكسس ببوزيتيف فولت. لو انا عندي 0 0 بعمل نو انفرجن، بمعنى ما بحولش، يعني لو كان اللي قبلها موجب بتفضل موجب زي ما هي، لو كان اللي قبلها سالب بيفضل سالب زي ما هو. يبقى لو انا عندي بافتراض ان اللي قبلها كانت بوزيتيف، يبقى لو في زيرو في النكست بت يبقى نو انفرجن، بخلي الاشاره ماشيه زي ما هي، لو بوزيتيف بوزيتيف او نيجاتيف نيجاتيف. لو اللي جايه 1 بعمل انفرجن، يعني بدل ما كانت بوزيتيف بخليها نيجاتيف. لو اللي جايه 0 ما بغيرهاش، بخليها زي ما هي نيجاتيف. لو اللي جايه 0 ما بغيرهاش، لو اللي جايه 1 بغيرها، بقلب البولاريتي. لو اللي جايه 1 بغيرها، بقلب البولاريتي. لو اللي جايه 1 بغيرها، لو اللي جايه 0 بسيبها زي ما هي. يبقى ده ازاي بنحول الديجيتال داتا ديجيتال سيجنال باستخدام نون ريتيرن تو زيرو انفرت. خلينا فاكرين الار في حالتنا هنا بيساوي 1، لاني ببعت سيجنال ليفل واحده بتمثل اونلي 1 بت، بالتالي الـ S average بيساوي N على 2، ده بافتراض إن السي بتاعتنا بكام؟ بنص. يبقى الـ S average N على 2، وزي ما قلنا الـ S average بيساوي الـ minimum bandwidth، يعني الـ bandwidth بتاعي بيساوي N على 2، ده الـ minimum bandwidth للـ non return to zero level أو الـ non return to zero invert. المثال التاني اللي هو البولر return to zero. في البولر ريتيرن تو زيرو، وبرضه البولر ريتيرن زيرو مش بيستخدم هنا، بنمثل ب 3 values، بمعنى اللي هو عندي زيرو يبدا من نيجاتيف ويرجع للصفر ويكمل صفر، لو عندي 1
يبقى ال1 بيمثل ب بوزيتيف فولت، وفي النص بتاع النص الديوريشن بتاع البت يرجع تاني للزيرو. لو عندي زيرو نيجاتيف فولت يبدأ زيرو، لو عندي زيرو نيجاتيف فولت زيرو، لو عندي 1 بوزيتيف فولت وزيرو، وهكذا. ده كومبلكس شويه، يعيب الطريقه بتاعت الباور زيرو ان هي زي ما قلنا كومبلكس، وفي نفس الوقت كمان الباند ويدث بتاعنا بيساوي ان. اللي فات كان ان على 2، يعني اللي فات كان محتاجين نص الباند ويدث، هنا محتاجين ان باند ويدث، يعني ضعف الطريقه اللي فاتت. اوكي، يعتبر ده يعيب، محتاج باند ويدث كبير مقارنه ب ان ريتيرن تو ايه تو زيرو. ده بخصوص البولر ريتيرن تو زيرو. فاضل لنا البولر باي فيز اللي هو مثال عليه المانشستر والديفرنشال مانشستر. من اكتر الاكواد المستخدمه هو المانشستر والديفرنشال مانشستر. في المانشستر على سبيل المثال الزيرو بنمثلها ب بوزيتيف فولت، ونيجي في النص نقلب ونخليها نيجاتيف فولت. ال1 بنمثله ب بدايه النص البت نيجاتيف فولت ويطلع بوزيتيف فولت. الزيرو بوزيتيف فولت نيجاتيف فولت، الزيرو بوزيتيف فولت نيجاتيف فولت، ال1 نيجاتيف فولت بوزيتيف فولت، وهكذا. اما الديفرنشال عامل كده زي النون ريتيرنز زيرو انفيرت، مع الفارق ان انا لو عندي زيرو بعمل انفيرت لاول البت، بمعنى لو البت الاخيره اللي احنا مش شايفينها كانت بوزيتيف، فبالتالي لو النكست زيرو بقلبها، بدل ما كانت بوزيتيف تبقى نيجاتيف، وبعدين ارجعها تاني بوزيتيف في النص. دايما في الديفرنشال او الديفرنشال في المانشستر او الديفرنشال مانشستر البت بتتغير في نص الديوريشن بتاعتها. اما لو كان النكست بت 1 يفضل البوزيتيف بوزيتيف ويقلب في النص النيجاتيف. طب النكست زيرو يبقى هعمل انفيرت، بدل ما كانت نيجاتيف تبقى بوزيتيف. يبقى بصفه عامه لو النكست بت 1 مش هعمل انفيرجن، لو النكست بت الزيرو هعمل انفيرجن. بيمتاز المانشستر والديفرنشال مانشستر بالسينكرونايزيشن، هو سيلف سينكرونايزد كود. ليه؟ لان دايما في كل بت قيمه البت بتتغير، فبالتالي يقدر الريسيفر يفهم ان هنا طالما في تغيير انا كده في نص البت، فيبقى في تزامن ما بين الديوريشن بتاع البت عند السورس وعند الريسيفر. زائد كمان ان دي سي كومبوننت مش موجوده، لان مفيش حتى لو في لونج ستريم اوف زيروز او وانز على طول قيمه السيجنال بتتغير في النص، فبالتالي مفيش في دي سي كومبوننتس فيها. بس يعيب الطريقه دي ان الباند ويدث بتاعها كبير، لان زي ما هو واضح كده ان الار عندنا بنص، لان البت الواحده مبعتها بتو سيجنال ليفلز، ادي بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى الار بنص، بالتالي الاس افريج هتبقى اللي هي الباند ويدث بتاعتنا هتبقى بتساوي ان. ده بيفترض طبعا ان السي والديفولت فاليو بتساوي نص، فالباند ويدث بتاعه كبير اللي محتاجه كبير، بس في نفس الوقت في مزايا في السينكرونايزيشن والدي سي كومبوننتس اللي مش موجوده. النوع الثالث عندنا اسمه باي بولر سكيم، ومثال عليه كودين، كود اسمه اي ام اي وكود اسمه سودو ترنري. ما ننساش احنا كده عرفنا اليوني بولر البولر، ودلوقتي هنشرح الباي بولر اللي مثال عليه الاي ام اي والسودو ترنري. الـ AMI من الحاجات المنتشرة برضو بيستخدم في الـ communications اللي الشانلز بتاعتها طويلة، أو يعني المسافة بين السورس والريسيفر كبيرة. في الـ AMI لو في زيرو بيمثل بزيرو فولت، الـ 1 بيمثل بـ 1 فولت، الزيرو بزيرو فولت، الـ 1 اللي بعديه بيتقلب مقارنة بآخر 1، بمعنى لو آخر 1 كان بوزيتيف يبقى ال 1 اللي بعديه يبقى نيجاتيف، الزيرو يفضل زيرو. السودو ترنري العكس، الزيرو هنا افتراضا اللي قبله كان زيرو يبقى زيرو، يبقى زيرو يبقى بعد بوزيتيف فولت، ال 1 يبقى بزيرو، الزيرو يبقى عكس آخر زيرو، يعني ده كان بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف،
الزيرو اللي بعديه عكس اخر زيرو، لو ده نيجاتيف ده بوزيتيف، الوان يجي على الصفر، الزيرو اللي بعديه لو اللي قبليه كان بوزيتيف يبقى نيجاتيف، وهكذا. هي عكس الاي ام اي. الاي ام اي البالانس بتاعها ان على 2 زيها زي النمبر التاني تو زيرو اللي اخدناها قبل كده، تمام. وفيها مزايا ان الدي سي كومبوننتس بتاعتها ما هيش موجوده، لان هنلاحظ ان لو في عندي حتى لونج ستريم اوف وانز فهلاقي في جزء منها بوزيتيف وجزء منها نيجاتيف، فهيكون في بالانس ما بين الاثنين، فمش هيكون في دي سي كومبوننتس. بس هي فيها مشكله في التزامن في السينكرونايزيشن، لان ما فيش تغيير. لو عندي لونج ستريم اوف زيروز مش هيكون عندي معلومه ده هيتغير امتى، فبالتالي السينكرونايزيشن هيكون فيه مشكله. بنعالج الكلام ده في حاجه اسمها سكرامبلنج اللي نعرفها في اخر المحاضره بتاعتنا. طيب النوع الجديد اللي بيسموه مالتي ليفل، اللي هو دوت مالتي ليفل، مثال عليه 2 بي 1 كيو 8 بي 6 تي او 8 باينري 6 تنري و 4 دي بام 5. هنعرف ايه هو المالتي ليفل والامثله اللي عليه. في المالتي ليفل انا بعمل ارسال باستخدام اكتر من سيجنال، اكتر من سيجنال ليفل، يعني مش بستخدم بس تو سيجنال ليفل زي ما متعارف من شويه بوزيتيف ونيجاتيف، لا ده عندي اكتر من سيجنال ليفل، اوكي، وبستخدم اكتر من بت في الارسال في وقت واحد، يعني مش ببعت بت بت، لا ده انا ممكن ابعت 2 بت وبمثلها بسيجنال ليفلز مختلفه. بمعنى ان انا عندي ام بت ان ال، ام دي هو عدد البيتس اللي هبعتها في المره الواحده، ممكن ابعت 2 في المره الواحده، 3 في المره الواحده، اوكي. وبي طبعا دي جايه من كلمه باينري، ان عدد السيجنال باترنز اللي هبعتها. بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي مثلا عدد الليفلز اللي هبعتها 3 ليفلز. طب ال 3 ليفلز دول هل هبعت في كل مره ليفل واحد منهم ولا 2 ليفل في المره الواحده من السته؟ فالان دي عدد السيجنال باترنز او عدد السيجنال ليفلز اللي هترسل في المره الواحده، اللي بتمثل عدد البيتس اللي هترسل في المره الواحده. وال هنا هو العدد الليفلز اللي هي ممكن يكون 3 ليفل 4 ليفل 2 ليفل. لو انا هستخدم 2 ليفل يبقى بدل ما اكتب ال هكتب مكانها بي باينري. لو انا هستخدم 3 ليفل يبقى هستخدم كلمه تي ترنري. لو انا هستخدم 4 ليفل هكتب مكان كلمه او حرف ال كيو اللي هي كوارتنري ليفل. طيب ناخد مثال عليها. مثال عليها 2 بي 1 كيو. ايه 2 بي 1 كيو؟ 2 بي يبقى انا هبعت كام باينري بت في المره الواحده؟ هبعت 2. هبعت 2 بت، عشان كده هلاحظ هنا عندي 2 بت، هلاحظ هنا عندي 2 بت في المره الواحده، 2 بت في المره الواحده، تمام. طيب كيو هنا معناها كوارتنري، معناها ان عندي 4 ليفل، لذلك الاقي عندي هنا ادي ليفل، ادي 2، ادي 3، ادي 3 وادي 4 بس اللي هو ماينس 1 ومش مرسوم هنا، يبقى انا عندي بلس 1 فولت بلس 3 فولت ماينس 1 فولت ماينس 3 فولت، يبقى انا عندي 4 ليفلز كان بي ترانسميتد. يبقى انا بمثل الاثنين بت دول بليفل اللي هو مثلا بلس 1 فولت، ال 2 بت دول اللي هي 1 1 بيمثلوا بماينس 3 فولت، ال 2 بت دول 0 1 هيمثلوا بماينس 3 فولت، وهكذا. يبقى بمثل كل ال 2 بت بليفل من الاربعه ليفل. هلاحظ ان انا السيجنال ليفلز عندي واحد، يعني انا ببعت سيجنال ليفل واحده بس مقابل 2 بت، بالتالي يبقى الان عندي هنا اللي هي ديت واحد، واحد معناها ان انا ببعت اونلي 1 سيجنال ليفل في وقت واحد مقابل ال 2 بت مثلا او عدد البتس اللي هبعتها في السورس. الباندويتس بتاعنا هنا بيساوي ان على 4، ده قليل جدا، يبقى بيتميز ان النوع دوت ان الباندويتس اللي بيحتاجه قليل ما هوش كبير، اوكي. والتيبل ده بيوضح ازاي لو عندي 0 0 ابعتها سواء بوزيتيف فولت او نيجاتيف فولت. وللتوضيح لو انا مثلا عندي النكست بت 1 1 زي ما هو واضح هنا،
نيكست بيت 1 1 وانا موجود هنا. طيب هو الكرنت ليفل دلوقتي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله دلوقتي الكرنت ليفل اللي انا فيه ده بوزيتيف، يبقى الكرنت ليفل لو بوزيتيف يبقى لو انا هبعت نيكست بيت 1 1 هبعت يمثلها ايه؟ ماينس 3، فهتلاقي هنا ايه؟ ماينس 3 فولت. تمام؟ طيب دلوقتي لو النيكست بيت بتاعتنا مثلا 01 ادي 01 دلوقتي انا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ والله دلوقتي انا نيجاتيف، انا نيجاتيف دلوقتي، يبقى 01 دي هبعتها بايه؟ برضه بماينس 3 فولت، اللي هي ايه؟ ماينس 3 فولت، يبقى هتنيني ده زي ما انا ماينس 3 ايه؟ ماينس 3 فولت. فده ازاي نحول الديجيتال داتا بتاعتنا لديجيتال سيجنال باستخدام المالتي ليفل اللي اسمه 2B1Q. مثال تاني 8 بي 6 تي، معناه ايه بقى؟ 8 بي يبقى انا هبعت 8 بت في الوقت الواحد، يبقى الداتا اليمنتس 8 وبي طبعا معناها باينري، تي هنا معناها ايه؟ ان انا عندي 3 ليفلز. اوكي 6 معناها ان انا ببعت 6 سيجنال مقابل ال 8 في الوقت الواحد. يعني واضحه هنا، انا هبعت 8 بت في وقت واحد بمثلهم ب6 سيجنال، ادي سيجنال 2 3 4 5 6. طب السيجنالز دي فيها كام ليفل؟ والله فيها 3 ليفل، ليفل ماينس فولت، ليفل 0 ماينس بوزيتيف فولت. يبقى ده مفهوم ال 8 بي 6 تي. طبعا واضح ان لازم يكون ال 2 تو باور ام اقل من او يساوي ال تو باور ان، ما ينفعش عدد السيجنالز تبقى اقل من عدد البيتس اللي هبعتها او عدد الداتا اليمنتس اللي هبعتها، لازم دايما يكون السيجنالز اكبر او يساوي ل 2 تو باور ام. طب اكبر الباقي السيجنالز اللي مش مستخدمه اللي مش هبعتها، لا ولا بنبعتها او بنستخدمها في عمليه تصحيح الاخطاء اللي ممكن تحصل اثناء النقل. طيب كده عرفنا المالتي ليفل مثاليين عليه. المالتي ليفل اللي قدامنا اللي هو 8 بي 6 تي بيتميز ان ممكن يكون الدي سي بتاعته دي سي كومبوننتس قليله جدا او ما هياش موجوده، ده لان انا احيانا لما يكون عندي ويت اكبر، يعني هنا مثلا عدد البوزيتيف اكبر من النيجاتيف، فباجي في اللي بعديها وبعكس بلاقي ان النيجاتيف اكبر من البوزيتيف او العكس على حسب اللي قبلها، علشان يبقى في بالانس بين البوزيتيف والنيجاتيف، فبالتالي ما يكونش في دي سي كومبوننتس. مثال تاني على المالتي ليفل اسمه 4 دي بام 5. هنا 4 هنا معناها ان انا مش بستخدم بقى قناه واحده، بستخدم اربع قنوات، يعني ما بستخدمش سلك واحد بين السورس ديستنيشن، لا بستخدم اربع سلوك او اربع قنوات، كاني ببعت بارل دلوقتي، ببعت بالتوازي مش بالتوالي كله، فعندي 4 وايرز. اوكي وكمان بستخدم 5 فولت، 5 فولت يعني عندي 5 ليفل، 5 ليفل من السيجنالز بتاعتنا. اوكي تمام. المثال بتاعنا بيبعت كام دوت 8 8 بت، بس بدل لما بيبعتهم على كابل واحد بيقسمهم على اربع كوابل، كان كل اتنين بت بيحولهم لاشاره واحده، والاشاره دي يبعتها على كابل من الكوابل، كل اتنين بت يحولهم لاشاره واحده يبعتهم على كابل من الكوابل. بالتالي انا ممكن ابعت بسرعه 1 جيجا بيبر سكند. طب لو انا هبعت بسرعه 1 جيجا، كان كل كابل منهم هيتم الارسال عليه بمعدل 250 ميجا بت بير سكند، ده معدل نقل البيانات. وزي ما واضح زي ما قلت لحضراتكم، انا عندي كل اتنين بمثلهم بسيجنال واحده، يبقى كاني بقسم الريت على اتنين، يبقى الريت بتاعنا او السيجنال ريت هيبقى 125 ميجا بود، ده اللي كان طبعا على سيجنالز. تمام ده بخصوص المالتي ليفل 4 دي بام. النوع الجديد عندنا اللي هو المالتي ترانزيشن. المالتي ترانزيشن او نوع اللاين كودنج مالتي ترانزيشن ده بيستخدم كلاين كودنج، اوكي زي الانواع الباقيه، وبيتم الكود بتاعه باستخدام الثلاث قواعد دول. بمعنى لو انا دلوقتي عندي النكست بيت الزيرو، البيت اللي جايه قيمتها زيرو، فالبيت اللي جايه قيمتها زيرو there is no transition. بمعنى انا مثلا لو عندي 1 اللي جايه زيرو، ال1 دي كانت بوزيتيف فولت يطلع يفضل زي ما هي. انا مثلا هنا دي كانت نيجاتيف فولت، لو اللي جايه زيرو النكست بيت زيرو تفضل نيجاتيف فولت زي ما هي.
تمام. طيب لو انا عندي النكست بت از 1، لو النكست بت از 1 والقيمه الحاليه للفولت بتاعتي مش صفر، هتبقى القيمه اللي جايه 0 فولت. بمعنى انا دلوقتي في عندي الزيرو ده، النكست بت ايه؟ النكست بت والله 1. طيب حلو، النكست بت 1. طب الكرنت ليفل 0، لو الكرنت ليفل 0 هتبقى قيمه الاوبوزيت او قيمه الفولت عكس اخر نون زيرو. نقولها تاني في المثال ده، مثلا هنا 0 النكست بت ايه؟ النكست بت 1. طيب الكرنت 0 فولت ولا نون زيرو؟ لو نون زيرو زي المثال اللي قدامنا ده، هتبقى النكست فولت بزيرو. تاني النكست بت از 1، هنا النكست بت از 1. طالما النكست بت از 1 نشوف الكرنت ليفل، الكرنت ليفل دوت زيرو ولا نون زيرو؟ لو نون زيرو تبقى النكست زيرو. طيب لو انا دلوقتي موجود هنا النكست بت از 1، النكست بت از 1. طالما النكست بت از 1 نبص على الكرنت ليفل، الكرنت ليفل هنا زيرو، طب يبقى اللي جايه ايه؟ عكس اللي قبلها، عكس النون زيرو. يعني مش النون زيرو دي كانت قبلها كانت بوزيتيف، تبقى اللي جايه نيجاتيف. طب لو اللي بعدها صفر تفضل زي ما هي. طب اللي بعدها واحد، نبص على اللي احنا فيها، اللي احنا فيها دلوقتي زيرو ولا نون زيرو؟ لا والله دي نون زيرو، نوت زيرو فولت. يبقى النكست بتاعتنا عكس اللي فاتت. تمام؟ طيب يبقى ده بخصوص الترانزيشن ما بين الستيتس الفولتج المختلفه باستخدام المالتي ترانزيشن او الام ال تي 3. طبعا 3 هنا عندنا 3 ليفلز كان بيوزد، اللي هو بوست فولت وزيرو فولت ونيجاتيف فولت. ده ملخص للعمليات اللاين كود اللي شرحناها. في النون ريتيم زيرو البانش بتاعه ان على 2، النون ريتيم زيرو البولر ان على 2، ان على 2. هنلاقي بس الان في المانشستر والديفرنشال مانشستر اللي هو الباي فيز، الام اي ان على 2. طبعا زي ما اتفقنا نيو بورد مش مستخدم لانه الباور بتاعته المستخدمه او المرسله بتكون كبيره. ميزه المانشستر والديفرنشال ان مفيش دي سي كومبوننت وفي سيلف سينكرونايزيشن. النون ريتيم زيرو ال واي ما فيهمش سينكرونايزيشن وبيكون فيهم دي سي كومبوننتس. كل لاين كود في ميزه وفي عيب. تمام. دلوقتي البلوك الجديد اللي بيتم او الوظيفه الجديده اللي بنستخدمها اثناء الارسال اسمها بلوك كودنج، وزي ما اتفقنا ان البلوك كودنج والسكرامبلنج الاثنين اوبشنال. طب ليه اصلا استخدم بلوك كودنج؟ استخدام البلوك كودنج بيحسن من خصائص اللاين كودنج اللي شرحناه من شويه. بمعنى لو انا عندي واحد فيهم ما بيقدمش سينكرونايزيشن، زي مثلا ال 2B1Q او زي مثلا نون ريتيرن تو 0L او نون ريتيرن تو 0I، وفي نفس الوقت الاثنين دول البانش بتاعهم قليل. طب انا عايز استخدمهم وفي نفس الوقت احسن من عمليه السينكرونايزيشن ديت، ساعتها يبقى اعمل بلوك كودنج قبل ما اعمل لاين كودنج باستخدام النون ريتيرن تو 0L او I. يبقى الهدف من بلوك كودنج ان هو يضمن السينكرونايزيشن ويضمن ان في ايرور ديتكشن او امكانيه اكتشاف الاخطاء عند الريسيفر. الموضوع سهل خالص فيه. كل القصه ان انا بحول ام بيتس تو ان بيتس، يعني انا عندي مثلا 5 بيتس جايين، الخمسه دول احولهم لاربعه مختلفين عنهم، بحيث ان لو الخمسه دول مثلا كلهم صفار ورا بعض، لا وانا ما ينفعش الصفار دي بتعمل لي مشكله في السينكرونايزيشن، او احولهم ل مثلا سي 7 بت مثلا او 6 بت مثلا وما يكونش فيهم صفار ورا بعض. فعمليه تحويل عدد من الانبوت لعدد اخر من الاوتبوت ده اللي بنسميه بلوك كودنج.
في سبستيوشن. في الاول بنقسم، بنعمل ديفيجن، وبعدين نحولهم لاكواد مختلفه عنها بحيث تضمن سينكرونايزيشن، وبعدين اجمعهم تاني عشان ابعتهم على القناه بتاعتي. عشان كده اسمها MB2NB، او بمعنى اخر هنا هوت اوكي 4B5B، معناها ان كل اربعه هحولهم ل 5 بت، هغيرهم لبتس مختلفه ويكون الطول بتاعهم 5 بت. واضح هنا مثلا بستخدمها مع النون ريتيرن تو 0 اي، لان زي ما اتفقنا في النون ريتيرن تو 0 اي او ال مفيش سينكرونايزيشن، وفي نفس الوقت الباند بتاعهم بيكون قليل مقارنه بالمانشستر. فهنا بحول كل 4 بت احولها ل 5 بت وفقا لجدول، احنا مش هنحفظها، وفي جدول مكتوب فيه الاربعه دول يتحولوا للخمسه دول، وهكذا بكل الاحتمالات بتاعتها. زي مثلا 1000 بتتحول ل 5 بت قيمتهم 10010، 1010 تتحول ل 5 بت 10110، وهكذا. وفي حاجات مش مستخدمه لان الخمسه احتمالاتها اكبر من الاربعه، فانا عندي 0000 دي ما بحولهاش لديتا، يعني ما بتستخدمش از ديتا. اوكي ليها مفهوم تاني عندنا. اقصد 0000 اللي هي الخمسه بت المستخدمه في الديفيجن، اللي هي في المرحله الاخيره، اللي هي المرحله دي. يعني هنا الزيروز، خمسه زيروز ديت لا ترادف انبوت من هنا، بيبقى ليها معنى تاني زي ستارت، ده بدايه الكود، ده نهايه الكود، اعمل ريسيت للكونكشن وهكذا. فدول نوت يوز از ديتا القيم دي، انما دي التحويله بتاعت الاربعه بت لما يرافقها او يرادفها من الخمسه بت، انما دول سبيشال كودز مش بتستخدم للتحويل، ليها معنى تاني عند الريسيفر زي ستارت، زي ستوب، زي ريسيت، زي ايدل وهكذا. ده بخصوص البلوك كودنج. في نوع تاني من البلوك كودنج، ده طبعا بيمثل 4 بي 5 بي اللي شرحناه، كل 4 بيتحولوا ل 5. وعندنا نوع تاني من البلوك كودنج اسمه 8 بي 10 بي، معناها ان كل 8 بت في الانبوت بيتحولوا ل 10 بت في الاول بتاع البلوك كودنج، بس بنعملها على التوازي. يعني ال 8 بت دول بنقسمهم ل 5 و 3، 5 يتحولوا ل 6 بت، والتلاتة بت تحولوا 4 بت، بالتالي الانبوت كده كله 8، والاوتبوت لما نجمعهم بيبقى 10 بت بلوك. وطبعا دوت بيسهل التحويل، فده ميزته انه بيبقى سمبليفاي شويه في عمليه البلوك كودنج. اما الحاجه الاخيره عندنا، او البلوك الاخير عندنا، او الوظيفه الاخيره، وظيفه السكرامبلنج. السكرامبلنج بتستخدم لو استخدمنا AMI كود. الـ AMI كود بيتميز ان الـ DC components بتاعته مش موجودة، قليلة جدا، ده الـ AMI كود، وهو بيستخدم بصورة جديدة أو صورة منتشرة. بس هو في مشكلة في اللونج الزيروز، لو عندنا انبوت زيروز كتيره في مشكله في السلف سينكرونايزيشن. لذلك بنعمل ايه علشان نحسن الاي ام اي؟ عشان نحسن الاي ام اي كود بنعمل سكرامبلنج للداتا، بمعنى ان هو مشكلته في اللونج ستريم اوف زيروز، زيروز كتيره ورا بعضها. خلاص لو جالي زيرو كتيره ورا بعضها بشيلها قبل ما ابعتها، وابعت مكانها كود تاني ما فيهوش زيروز ورا بعضهم، بالتالي يبقى حسنت اداؤه فيما يتعلق بالسينكرونايزيشن لوجود ستريمز اوف زيروز. في عندنا نوعين من السكرامبلنج، في نوع اسمه B8ZS، ده معناه ايه؟ وده بيستخدم في نورث امريكا، يعني في امريكا الشماليه. ان لو انا عندي 8 ستريم اوف زيروز، لو انا جاي لي في الانبوت لللاين كودنج 8 اصفار ورا بعضهم، يحول ال 8 اصفار دول ل 000V B0VB. طب ايه معنى 000V B0VB؟ 0 طبعا معناها 0 فولت، هيبعت الـ AMI دوت بـ 0 فولت. أما V هنا معناها عكس المفروض يحصل لو عندي AMI، بمعنى إيه؟
الام اي لو نفتكره بيقلب البيتس، بمعنى انا لو عندي 0 بعد 0 وعندي 1 بشوف اخر 1 قد قمت بوزيتيف ولا نيجاتيف واقلبه. لو ده ام اي وهنا مثلا 1 فنلاقي دي ايه؟ دي 1 فالمفروض العدد تبقى 0. لا دي بقى عامله فيوليت، فيوليت معناها نكسر القاعده بتاعت الام اي، بمعنى ان دي كانت المفروض تبقى نيجاتيف لا هخليها بوزيتيف. اما بي لا ده باي بولر انكودنج، يعني ده زيه زي الام اي العادي، يعني الايه يعني ديت بما انها بوزيتيف يبقى اللي بعديها نيجاتيف. 0 طبعا 0 فولت، في عكس الرول، مش المفروض دي تبقى لان دي نيجاتيف تبقى دي بوزيتيف، لا هخليها نيجاتيف زي ما هي، والبي اقلبها واخليها بوزيتيف عشان تبقى ماشيه مع الام اي رولز. تمام. طب لو كان اللي عندي اللي قبل الثمان اصفار بنيجاتيف، خلاص بقى يبقى عرفناه يبقى 0 فولت، وبعدين دي زيها لان دي عكس الرولز وترجع تاني بي 0 في بي. يبقى ده السكرامبلنج كود اللي اسمه بي 8 زد اس سكرامبلنج كود او سكرامبلنج تكنيك. وفي نوع تاني من السكرامبلنج بيستخدم في معظم دول العالم مش امريكا، اللي هو بيسموه اتش دي بي 3. في اتش دي بي 3 انا مش بعمل سبستيتيوت لاربعه، انا بعمل للثمانية بعمل سبستيوت لاربعه، يعني لو عندي اربعه زيروز جين واربعه دوهم بحولهم لي يا اما 0 0 0 في يا اما بي 0 0 في. طب ايه معنى او امتى استخدم 0 0 0 في او بي 0 0 في لو جالي اربعه اصفار ورا بعض؟ المثال ده بيوضح تيت 0 0 0 في 0 0 0 0 اربعه اصفار يتحولوا لي بي 0 0 في لو عدد النون زيروز اللي قبلها بعد اخر ترانزيشن ايفن، لو عددها ايفن، بمعنى انا عندي ادي نون زيرو ونون زيرو يبقى دول اتنين، ده بفرض ان اخر ترانزيشن كان هنا كان عند اول الرسمه بتاعتنا، يبقى طالما ايفن عدد النون زيرو فولت ايفن يبقى هستخدم مكان الاربع اصفار بي 0 0 في. وزي ما اتفقنا بي معناها عكس الايه، يعني دي كانت نيجاتيف تبقى بوزيتيف 0 فولت، وديت مش المفروض تبقى نيجاتيف اخليها بوزيتيف برضو لان ديت عكس قاعده الاي ام اي. طيب هنا 0 0 0 يبقى هحولها ل 0 0 0 في. ليه هنا حولتها ل 0 0 0 في مش بي 0 0 في؟ لان هو بعد اخر ترانزيشن عدد النون زيرو فولتج ايفن ولا اود؟ والله هنا اود، ده واحد بس، طالما اود يبقى 0 0 0 في. اللي بعديها برضو اربع اصفار حولناها لبي 0 0 في، لان طبعا ما بعد اخر ترانزيشن 0 0 نون زيرو، عدد النون زيرو فولت زيرو لان دي صفر، ده ايفن طبعا، فبالتالي احول اربع اصفار لبي 0 0 في. زي ما قلنا ميزه السكرامبلنج تكنيك ان هي بتخليني استخدم اي ام اي كود، وفي نفس الوقت اضمن كمان موضوع السينكرونايزيشن عن طريق تحويل الزيروز اللي ورا بعضها لقيم مختلفة، بحيث اضمن ان لونج ستريم اوف زيروز ديت ما تتبعتش بوضعها الحالي على القناة بتاعتي، بالتالي اضمن وجود سينكرونايزيشن وبيحسن زي ما اتفقنا اداء الكودينج تكنيك اللي هو اي ام اي كودينج تكنيك. اتمنى ان تكون المحاضرة واضحة لحضراتكم، وشكرا جزيلا ليكم ونراكم باذن الله في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.